تحية لك سيدي الكريم أهلا بك. ولمشاهديك الكرام. يوم الخميس هو تحديد جلسة منح الثقة للسيد علاوي، جاء هذا التحديد أيضا على خلفية اجتماع رئاسة مجلس النواب لمناقشة البرنامج الحكومي وأيضا الاطلاع على سيرة وزراء الكابينة الخاصة بالسيد علاوي. نعم، قضية منح الثقة للسيد علاوي يوم الخميس حسمت، وأيضا النصاب القانوني والرقم الخاص الدستوري لتمرير هذه الكابينة أيضا متحقق مع اعتراض قسم من القوى السياسية، وهذا الاعتراض لا أعتقد بأنه يؤثر على تمرير الكابينة، ولكن مع هذا ما زال في الوقت بقية لفتح حوار مع هذه القوة ليكون القرار وطنيا وموحدا. طيب، ما مدى صحة التقارير التي أشارت بأنه لأول مرة يحدث في العراق أن يقوم رئيس وزراء عراقي مكلف، أقصد هنا محمد علاوي، بانتقاء الأسماء بنفسه وليس من ترشيحات الكتل السياسية؟ نعم، هذا الكلام سليم وصحيح. هذه المرحلة تختلف عن مراحل تشكيل الحكومات في السابق، حيث كان يعني تشكيل الحكومات نتيجة التحالفات السياسية وترشيحات القوى السياسية، وبالتالي يحدث الكثير من الاختلالات وعدم التوازن وأيضا إبعاد للكفاءات والنزهاء عن تشكيلة الحكومة بسبب المحاصصة التي عاشها العراق في الفترة السابقة. طيب، اليوم وبسبب ضغط الشارع العراقي وأيضا بضغط المرجعية الدينية استطاع السيد علاوي أن يجتاز الكم الهائل من الضغوطات السياسية. ما هو رأي الشارع العراقي المحتج بهذه الخطوة طيب أستاذ هاشم؟ نعم، يعني هناك شارع عراقي وهناك ساحات التظاهر. ساحات التظاهر يعني منقسمة على نفسها بخصوص السيد علاوي، ولكن الأعم الأغلب منهم هم مع تشكيلة السيد علاوي المستقلة. أما المعترضين إذا مرت هذه الحكومة ووجدوا فعلا أنها مستقلة وبعيدة عن ترشيحات الأحزاب، سوف أيضا تتغير مواقفهم نحو التأييد، وبذلك يكسب السيد علاوي ثقتهم، وبالتالي أيضا الشارع العراقي اليوم يتطلع إلى هذه الحكومة التي ينتظرها العراقيون والتي هي بعيدة عن ترشيحات القوى السياسية. من بغداد الصحفي وعضو مركز العراق للتنمية هاشم الشماع، شكرا جزيلا لك.